العربيه دي افال توين تيربو 2000 سي سي 4 سلندر. حلو حلو. جت من السعوديه مع صاحبها السعودي، اول ما دخل لها مصر بقت العربيه بتمشي بالميه، ومش بس كده بتمشي كل 1000 كيلو بلتر ميه واحد. هنعرف ازاي العربيه بتمشي بوحده وقود بديل من الماء عند اسامه طه مصطفى. يلا بينا. ودلوقتي احنا معانا الشيخ سعد راعي السياره الهافال، اول مصري كده مالكها، وهنعرف منه لما جه مصر عشان يخلي العربيه دي تمشي بوحده وقود بديل من الماء. وعرفت منه قبلها ان دي تاني عربيه مش اول عربيه كمان ليك. تمام تمام صحيح يا استاذ احمد. اول حاجه انا سعيد حقيقه باللقاء، وحقيقه فعلا مثل ما قلت هذه ثاني سياره انا. اول سياره طبعا كانت 2018، جيت للبشمهندس اسامه طه في مركز المقتلع في شبرا مصر في ميدان فيكتوريا، وركبت على المرسيدس وصورت. انا وقتها اتوقع انه كان في مقابله وصورتها. الان هذه انا في 2020 السياره 2020 موديلها، في سنه 21 انا جيت اركب نفس الجهاز على نفس السياره. ليش؟ مو علشان حاجه بسيطه، انا لقيت طبعا في سيارتي المرسيدس لقيت الشيء اللي انا ابغاه واكثر، او الحاجه اللي انا ابغاه يعني ابغاه اللي انا عاوزه يعني. اللي انت عايزه. طب هل العربيه المرسيدس من 2018 لحد اللحظه دي ادائها اختلف ولسه العربيه ماشيه زي ما هي او احسن، او الوحده مدياك نفس الطاقه ما قلتش مع الوقت او زادت؟ حقيقه استاذ احمد هي قاعد تعطي عطاء جبار مو طبيعي، يعني انا ابهار مو حاجه اللي خلاني ارجع مره ثانيه، ويعني على قولتهم اتحمل التعب والمجيء هنا مره ثانيه للقاهره ترى مو شغله بسيطه. افهم يعني الحاجه لو ما تعطيك شغله يعني ما تستحملها انك تتركها، والا ما عادي ليش انا اتحمل كل التعب هذا والشقاء على اساس والله اركب على سياره، وانا اصلا عندي تجربه حيه موجوده في السياره هناك. لو ما حصلت اللي انا ابغاه واكثر والله ما جيت. باختصار شديد يعني انت فعلا لا حلاوه الموقف وحلاوه الحاجه اللي حصلت انت عايز تعيدها تاني مع العربيه الجديده اللي انت جبتها. طبيعي، ولو في سياره ثالثه اقول لك راح اركب نفس الجهاز. وفرق الاداء بقى، طبعا انا عارف ان الاجواء في السعوديه واستهلاك الوقود في السعوديه والحراره في السعوديه هي غير مصر شويه. صحيح. فبالتالي انت لما هتاخد الوحده وهترجع بيها، انت عربيتك المرسيدس 2018 بتقول لي ادائها حلو قوي لدرجه ان انت قررت التجربه تاني في عربيه جديده جبتها. نعم. طيب احساسك بقى والفكره في ان انت قلت لي بجد انا اتحمل عناء السفر واجي تاني عشان التجربه دي حلوه، طب احكي لي فرقت معاك قد ايه؟ طيب اول حاجه توفير البنزين، خلينا نتكلم عنه وهذا هم مهم جدا عندنا احنا كمستخدمين سيارات. توفير البنزين عندي صار اكثر من 50%. شيء رائع عندي. طبعا الشغله الثانيه عندي في الزيت، زيت السياره ما اغيره الا بعد 40,000 كيلو، مش 10,000 كيلو ولا 15,000 كيلو ولا 7 كيلو ولا 7,000 كيلو عفوا، ولا لا بعد 40 41 42,000 كيلو اغير الزيت، وما زال الزيت في اللزوجه حقتها العاديه على فكره، ونفس اللون يعني شيء حاجه ما تتخيلها. انت تقول هيدروجين قاعد يسوي هالشكل، اقول لك نعم هيدروجين قاعد يسوي هالشكل. طيب الشغله الثانيه عمليه الطلوع عندنا السيارات العاليه، وكل الكلام اللي انا اقوله يعرفونه اصحاب السيارات العاليه اصحاب الجيوب. في عمليه الطلوع السياره تكون شويه متعبه، يعني انت كصاحب سياره ودك تدفع ودك تمسك السياره تزقها بوش تتبعها. في الهيدروجين مريح، مجرد انك مجرد رجلك على هذا وانت مرتاح، السياره تطلع ما عندك مشكله فيها، تطلع كانها سياره صغيره. يعني انت عايز تقول لي ان الهيدروجين خلاك بالعربيه الكبيره مجرد بس دوسه بنزين واحده العربيه كانها بتطلع كامل طاقتها وكامل عزمها على سرعه قليله. يا سلام. الباور اللي قاعد تعطيه السياره كانك ماشي عادي، ما كانك يعني كانك ماشي من دقيقتين ثلاث طالع من ال 50 كيلو يعني. ايوه يعني مش مو توك طالع. فهذا مهم جدا عندي انا. ليش؟ احنا عندنا دوارات اللي الصينيه تسمونها الصينيه. أيوة. لما انت تدخل الدوار، وهذا طبعا تجربه سيئه جدا، انه وتبي تتعدى بسرعه على اساس تفتح المجال للسيارات، السياره اذا ما اعطتك من طاقتها من القوه حقتها تحس انك ميت، انت تدعس ما في حاجه، لكن مع الهيدروجين مجرد لمسه البنزين السياره فزت. وهذا شيء طيب، هذا الشيء اللي احنا نترجاه في الموضوع، هذا تحصله في الهيدروجين. أيوة. وهذا انا اقوله طبعا مش مدحا، انا اقوله عن تجربه واقعيه وراح اسال عنها امام الله سبحانه وتعالى. تفضل. فعشان كده انت
لا انت الافتراف ان انت العربيه بتطلع بكامل طاقتها وكانك طالع من السرعه ال 50 في اي كيك داون، العربيه بتجري على طول وكامل عزم المحرك على اول غيار. طبعا كده اكيد بالبديهي الكليتشات ما بين النقله والتانيه بقت اسرع بالنسبه لك ومفيش لاج مثلا. صح، هو هذا بالضبط اللي قاعد يحصل معي واللي قاعد انا احصله في عمليه خاصه عندكم هنا، يعني زحمه سيارات دائما ما انت على دعسه واحده، كل شوي توقف كل بالزبط. شوي فانت تنزل السياره من سرعتها العاليه الى الصفر تقريبا ثم تطلع مره ثانيه. انت في السيارات العاديه تحس بالثقل، يعني وزن العربيه كله طبعا متحمل على الغيار الاول، كان على كتافك. مع الهيدروجين انت بقيت مرتاح، ليش؟ كان السياره كانك ماشي اصلا مش كانك واقف. واحنا هنعمل تجربه للعربيه معاك ان شاء الله وهنشوف بقى الفكره دي. طبعا العربيه دي حوالي داخله في 2 طن وزنها والمكنه بتاعتها 4 سلندر 2000 سي سي وتوين تربو. وانا عارف اللي انت بتحكي ان العربيه بتبقى تقيله في اول طرح لان انت بتبقى عايز عزم كبير قوي عشان تحرك كل الكتله الوزن ده على سرعه قليله من حوالي 3 4 لحد 20 كيلو، او ده الغيار الاولاني زي ما احنا بنقول طبعا عربيه اوتوماتيك. فانت قلت ان انت من لمس العربيه بتطلع على طول بسحب سريع. صحيح، وهذا الصحيح، هذا اللي حاصل بالضبط. والزيت عندك بقيت بتغيره، يعني المفروض الموصى، يعني الموصى بيه في الزيت 10000 كيلو او حسب ما انت جايب الزيت يقعد معاك قد ايه. انت قلت لي على 41000 كيلو احيانا. تمام، وهذا الصحيح. ولا وغيره واقول لك الزوجه حقتها ما زالت، يعني ممكن يعيش اكتر معاك اكتر. ممكن كده. ممكن جدا. انا احتياطيا بس قاعد اغير على 41000 يعني. احتياطيا انت معدي ال 41 بكتير قوي، هي المفروض 10 بس. فانت كده موفر بقى فلاتر زيت بقى وقصه كبيره قوي. جميل، هو جميل جدا في عمليه التوفير. يعني انا كمستخدم للسياره حقيقه قاعد يعطيني شيء اكثر من ما انا اطلبه اصلا. وطبعا انت معلي التكييف على الاخر فده بيستهلك اكتر من الوقود وبالذات في الزحمه، فانت كده يعني مستمتع اكتر ان العربيه بطاقه اعلى من طاقتها وكان المحرك 8000 سي سي. هذا الحقيقه، هذا الحصل فعلا معي. الطاقه اللي معي اللي موجوده فعلا اكثر من 8000 سي سي فعليا، يعني انا حسب السياره كانها اكتر من 8000 سي سي. اكثر من 8000، وكان العربيه دفع رباعي على الغيارات القليله، مش عربيه جر امامي دلوقتي. لا لا لا, لا ابدا ابدا. وهذا الشعره لو ركبت معي في السياره وجربتها ان شاء الله راح تجربونها، راح تشوف الكلام هذا واحنا هنجربها معك شخصيا باذن الله تعالى. حبيبي باذن الله تعالى. نورت مصر. الله يحييك حبيبي. يا مرحبا والله. الله يحيي وجهك ان شاء الله تعالى. ويلا بينا نجرب العربيه ونشوف هيحصل فيها ايه. يلا نشوف الوحش ده هنطلع بيه ونعمل ايه. يلا بينا. انا شفت الرعب بس كمية متعة غير عادية. الادرينالين عالي قوي يا جماعة. لا في سحب كده. انا بص، انا واحد ملتزم قوي بالسرعات القانونية، بس بصراحة الواحد ما حسش ان هو جنب 180. ربنا يديك خيرها ويفيك شرها والله بجد. ده فعلا الهيدروجين يا ده الهيدروجين كان بيجري في دمي ما كانش بيجري في الموتور. اوكي، لا كده حلو قوي. دلوقتي معانا اسامه طه مصطفى صاحب مركز غاروس لوحدات الوقود البديل من المال. اسامه، انا جيت صورت معاك تقرير قبل كده من سنه ومشينا عربيات بالميه ووريتني الوحدات ووريتني البابل ووريتني كل حاجه، بس انت برضه بتقول لي ان الكلام اختلف تماما، تكنولوجيا جديده تماما. اتفضل احكي. احنا اول حاجه عندنا الجديد هو انظمه بتعتمد على الذكاء الصناعي. يعني ايه ذكاء صناعي؟ الهيدروجين اول ما بيجي، لما بنقول كلمه هيدروجين او حتى توفير الوقود، بيجي في دماغنا في مصر حسب المسميات المنتشره، الخليه، الكارت، الرنين، الحاجات اللي مالهاش اي اساس من الصحه دي. تمام كده. الصح ايه؟ ان انت عندك شيء بينتج الهيدروجين كاساسيات، شيء بينتج الهيدروجين، والشيء ده بينتج الهيدروجين تحت ظروف معينه ومؤمن، والحاجه الثانيه حاجه بتقلل ضخ البنزين عشان تعوض بالهيدروجين فيحصل التوفير اللي احنا ايه عاوزينه.
تمام كده. احنا عندنا اول حاجه الوحده بتنتج الهيدروجين حسب سرعه سرعه العربيه. يعني مثلا انا ماشي على سرعه 100 كيلو، العربيه تنتج كميه هيدروجين قد كده، 200 كيلو العربيه تنتج هيدروجين قد كده، فهي بتتحرك بناء على ايه؟ على سرعه العربيه. تمام كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في مقابل ليها نظام للذكاء الصناعي بيقلل ضخ البنزين مقابل الهيدروجين، يعني اللي بنقلله احنا من البنزين بنعوضه بايه؟ بالهيدروجين. وفي طبعا من خلال الكمبيوتر في اكتر من مود، مود ان احنا ناخد الهيدروجين مع البنزين فناخد سرعه اكتر، مود ان احنا نقلل البنزين ونعوض بالهيدروجين فناخد توفير، مود ان احنا ناخد ميكس ما بين الاثنين، ان احنا شويه نقلل وشويه نزود بناء على يعني اسلوب القياده. يعني مثلا النظام بيتعلم انا بسوق العربيه ازاي وهو يأقلم نفسه معايا. كل دي انظمه باستخدام الذكاء الصناعي. تمام كده، بتكون عن طريق ان انا بغير حاجه في العربيه اسمها الماب. طب يلا بينا نشوف بقى ايه القصه دي. اتفضل فورين. يلا بينا. هنا بتنك الميه اهو، تمام، وهنا وحده الفلتره، والوحده راكبه تحت، الغاز بيخرج من تحت على البابلر ومن البابلر على الانتيك على طول. 3 2 1. دلوقتي احنا بقى هنشوف المود المتاح معانا ونقدر نعمل ايه. اول حاجه احنا عندنا في المود السبورت والايكونومي والماكس والفاكتوري. السبورت ده يخلي انطلاق العربيه هيدروجين مع بنزين ما يكونش فيه توفير، الايكو يخلي فيه توفير بنسبه كبيره، الماكس بيخلط ما بين السبورت والايكو، الفاكتوري ده الطبيعي بتاع العربيه. تمام كده، دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا الدياجنوستيك، تمام، دي لو في اي اكواد اعطال بتظهر ونقدر نمسح هنا الدياجنوستيك او نمسح اي عطل يظهر لنا لو في عطل يعني. تمام، الداينو ده نقدر نختبر بيه العربيه، يعني مثلا عندنا هنا اهو لو احنا شغلنا الداينو، الاول حاجه نختار المود، نختار السبورت، تمام كده، هنعمل ابلاي للبرنامج اللي احنا اخترناه. في برضه نقطه ثانيه مهمه، ان كميه الهيدروجين اللي ناتجه بتعلى وبتوطى حسب سرعه العربيه او حسب الماب المحطوطه. يعني مثلا سرعه العربيه، ضغط يعني اللود على المحرك، مثلا حسب الار بي ام، كل حاجه بشكل عام بتتحرك حسب الماب المحطوط او الماب المتبرمج عليها النظام. يعني حاليا دلوقتي بتشتغل مع الار بي ام والسرعه واللود بتاع المحرك، كل ما بيزيد الار بي ام ويزيد اللود ويزيد السرعه بيزيد معانا كميه الهيدروجين. تمام، طبعا بشكل تلقائي بدون تدخل من اي حد. كده تمت العمليه بنجاح. هنبدا ان احنا نشوف البرفورمانس من 0 ل 100 كيلو. هنشوف ان احنا نقدر نعمل ايه. يلا من 0 ل 100 كيلو، يلا بسرعه. اهو زي ما احنا شايفين، انا هدي هنا، خليك صفر، تمام، عشان عرفنا احنا كده كويس. نعمل ريسيت، تمام. يلا بسرعة. طبعا 18 ثانية لان هو اتحرك بايه؟ ببطء. تمام، هنختار حاجة تاني اللي هي الداينو. طبعا ده الكيرف الخاص بأداء العربية وأداء السيارة قبل الهيدروجين وبعد الهيدروجين. طبعا الكمبيوتر بيسيف كل الكلام ده. تمام كده، ده الداينو شغال اهو. طبعا هو كده اتسيف دلوقتي، ده الكمبيوتر ده لو احنا عندنا اكتر من داينو عايزين نقارن ما بينهم. هنا ده البرفورمانس اهو. هنا طبعا ده بقى السكان جيج، ده يقدر يقول لنا كل حاجه عن العربيه اهو. دي كل التفاصيل بتاعتنا من درجه الحراره للسرعه لنسبه التوفير لكل حاجه. طبعا هنا لو ملاحظين العداد الازرق الصغير اللي تحت ده، تمام، لو شايفينه هو دلوقتي بيطلع وينزل حسب الار بي ام الخاص بالعربيه.
طبعا لما بيجي يدوس، احنا ماشيين دلوقتي في وسط الزحمه، بيدوس بيزيد معانا، ولما تيجي نقلل بيقلل ايه معانا.